نبداو يلا يلا نبدا. كنت البارح شنو وقع؟ جاو عندي زوج ديال المواطنين، واحد خدمت له الوثيقه ديالو وخرج ووقف مع هذا الحيط هذا، وجات النوبه ديال الصديق ديالي عطاني الوثيقه وكتها عقد عمل. قلت له عطيني البطاقه الوطنيه ديالك، قال لي ما عنديش. شويه وجبد من الجيب ديالو فوتوكوبي ديال الوثيقه ديال البطاقه ليغاليزي قديمه يعني سباكا راشي. قلت له هذه ماشي وثيقه ديال التعريف، قلت له البطاقه ديال التعريف ديالك. قال لي جبد دابا لي دو، هز واحد الكارطاج وجبد واحد الكتاب هكا وقال لي عطيني هنا شي نص، هذا كتاب ديال القانون، عطيني هنا شي نص كيقول بان فوتوكوبي ديال البطاقه الوطنيه ماشي وثيقه رسميه. قال ماشي وثيقه رسميه بالنسبه لي، لي انا اللي كاليزاسيون، عطيني الهويه ديالك باش نكمل. بقاو صافي تما هما كيستفزوا، بقاو كيضربوا في يدين بعضياتهم يضحكوا. انا عييت صابره، دزت عند السيد اللي كنخدم معاه، جا هو استغل ديك الفرصه. انا مشيت عند السيد نخدم لانه ما يمكنليش نخدم له اللي مورا، بقى كيقول واش ديك هذه كتصبق كتعمل راها صبقات علينا احنا النوبه ديالنا احنا هذه. قلت له انا ماشي النوبه ديالكم، ما صبقتوش عليك، عطيني الوثيقه ديالك انت تمشي دابا، ما عندك سير جيبها، عندك بيرمي عندك باسبور غادي نتعاملوا معاك به. لا وبقى لاخر صاحبو هما تلقاليزيناش ما كاينينش، وكيضحكوا كي بالقهقهه. من بعد صافي جيت انا قلت له واش كتضحك، واش شفتي القروده كتسلي فوق هاد البيرو؟ هاد البيرو هذه اداره محترمه خصك تخدم الوراق ديالك بشحال الاحترام. صافي بقاو بشي كلمات ناديه والسب والهضره اللي ما تقدرش تقولها نهائيا امام الملاك، داروا فيهم شي مواطنين هنايا بقيت يقولوا لهم الحشومه هكا، ولكن هما على حسب الفيديو ما مسحوكوش داكشي، خلاو غير واحد لابارتي ديالنا انا فين كانوا المواطنين وفين كان السيد غدار. المهم فاش شناهم هكا جا السيد هنا سير مخازني من هنايا داهم هزيناهم، انا طويت الكتوبه حطيت المسائل ديالي وتابعاهم ووقفوا التصوير على حسب الفيديو اللي شفت من وقفوا التصوير وتبعونا حتى لهنا. بقاو كيسبوا ويعايروا هذا الموظف معاهم غادي يتشادوا معاه. خرجنا طلعنا عند القايد، طلعنا عند القايد قال لي شنو كاين، قلت له شنو كاين شنو كاين، قال له عطيني الوثائق ديالك، عطاه الوثائق ديالو ما عندكش الحق. صافي عطينا البطاقة ديالك، الآخر صاحبو كيقول كان نضمنو كيعطي واحد البطاقة وطنية فيها مخالف، مخالف أصلا ما تبعش المقاطعة، وزايدو حنا أون بليس خدمنا له الوثيقة ديالو، يعني هو الوثائق ديالو تخدمو ومشاو، وبقى من تما كيقول لينا وعلاش حنا خدمتي لنا، حنا خدمتي لنا حتى هو تخدم له، يجيب لي البطاقة ديالو ونخدم له. ما يتهكمش عليا، ملي قال ملي قلت له هكذاك بقى غوتو، ملي طلع عند السيد القايد قال له نطلبوا السماحه وهادي وهادي، طلبوا السماحه خارجين هابطين انا والوزان هنايا من وراهم هما مشاو ونقدم وقفنا انا انت هنايا السيد وقف تبع مورانا هو على شاهد. جا وصل حتى الباب وقال انا صورت فيديو غادي نبوبليه نشوه بك وغادي ندمك وشبروها بجهد يعني وجراو باش ما يلحقهم حتى شي واحد. انا ما نبغيش بصراحه، قلت يمكن هكا يهضروا بالفراسون، اما انا ديك الساعه نعيط حتى انا على البوليس ونريكلامي وندير المسائل ديالي القانونيه. قلت وليدات بحال ولادي براسهم حتى غلطوا فيا الله يسامح ماشي مشكل غادي يمشيو بحالهم غادي يندموا قدام ساعه. انا قلت لي في الصباح انا كنتفاجئ، ولدي كعيط لي اجا ماما راه تبيبليا ان فيديو. صافي انا ديك الساعات كتوجه للرئاسه ديالي، توجه للمسائل ديالي اللي كيعرفوني لا الموظفين اللي كانوا معايا، اعوان السلطه، السيد القايد، الجامع، طلبوا بالشهاده ديالهم. انا غادي نقدم السيد للمحاكمه والقضاء يقول فيها ولن اتنازل ابدا، هي التنازل اللي ما يحلموش به نهائيا.